اسمعني بس يا ناجي، والله العظيم انا خايفه. ايه يا داليا يا حبيبتي، خايفه من ايه؟ ما انا معاك اهو. يلا بس يلا. راح فين يا بيه؟ اقطع حمولك ثلاث افراد. ثلاث افراد ايه ده؟ لسه في سبعه انفار داخلين في الكابينه اللي قبلينا. على العموم بقول لك ايه، انت خد نادين ونسمع وسبقوا انتوا وانا هحصلكوا بري. ايه يا عمر ده، احنا مش هنطلع من غيرك. ليه هو انا اللي هسوق؟ خد نسمه في كليفريت وانا هاخد نادين في كليفريت. ها وكله يدلع نفسه. ماشي ثانيه واحده. بقول لك يا ريس، هو البتاع ده ما فيهوش باراشوت؟ باراشوت ايه يا بيه؟ انت راكب هليكوبتر؟ لا لا ما اقصدش، انا اقصد يعني ما فيهوش حزام امان. ما فيش حزام امان، وبعدين الكابينه معمول لها صيانه. انت خايف؟ لا والله العظيم، يا راجل مش خايف. والله العظيم بخايف. العمار بقى يا راجل، ده موقفين حانوتي على التليفون. يلا يا عمر. بقول لك ايه، انا بكتري قوي اسبوع 10 ايام بالظبط يعني. أيوة. وهاجي اجيب الشبكه وهب عليكم. والله العظيم اقسم بالله انا عامل كده. ابوكي ده لازم يتذبح له القطه ويتاخد على الحامي كده في اولها. بعد الشبكه بشهر، بشهر ايوه هجيب قرايبي من دملج واجي اتجوزي. لا لا لا، بقول لك ايه يا نسمه، عايزين نهدى شويه علشان حمل الغسيل اللي احنا متشعلقين فيه ده ملوش امان. حمل لا ده. لا لا لا، بلاش كده بلاش كده. طب انا هفضل اتصور كده لوحدي ثلاث صور معايا. لا لا لا، انا رايح حبيبتي نيجي نتصور جنبي هنا علشان الفيو من ورا هيبقى تحفه. واسال الفيو التحفه ده مش باين من واحنا قاعدين هنا. لازم نقوم. نقوم فين؟ في برطمان المربى اللي احنا فيه ده؟ خليك قاعده. يلا يا عمر انا مش عارفه انت حبيب. بس خايف. ايه ده؟ في ايه؟ امسكي كويس، احنا معاكي. في ايه؟ يا رب استرها يا رب، استرها يا رب. انتي بتقلق يا خرابي نسمة. امسكي يا نسمة كويس، خدي بالك يا بنتي. اسمع كلامه، اسمع كلامه، ده عايز مصلحتك. الحق يا عمر، المنظر مرعب من هنا ومن هنا كمان. انا عايزه ايدي بتفلت. ما هو انت غلطانه برضه يا حبيبتي، محمله على ايد واحده، حبه شمال وحبه يمين وهتتقطع. هو في حد معايا فوق؟ امسكي كويس يا نسمه. مش عارفه. امال فين كوز الدره اللي معاكي؟ كوز الدره بقى في شهر. امسكي كويس. مش عارفه، مش عارفه. ربنا ما بينساش حد. اجمدي يا حبيبتي اجمدي. لا 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 لا، الحمد لله رب العالمين، احنا بقينا احسن بكتير. احسن ايه يا دكتور؟ دي بقى لها اكتر من شهر لا شافت حد ولا خرجت ولا نزلت ولا حتى التلفزيون بتتفرج عليه. لا يا كمال يا هانم، احنا اتفقنا على ايه؟ مفيش تلفزيون، مفيش انترنت، مفيش سينما، احنا عايزين بقى نوتتنا تقعد في هدوء شويه. طب ينفع يا دكتور اخدها وننزل نخرج شويه نغير جو؟ نسمع، مش عايزه تخرجي شويه؟ لا. مش عايزه ترجعي بيتك تشوفي عمر؟ مش عارف. اتفضل يا دكتور. ايوه يا ابني. لا لا لا، خليك انت في العربيه دلوقتي على ما اظبطهولك، ما تقلقش. تلات دقايق وتعالى بالظبط. مش عارف حاسس. سلام بقى عشان نازلين ثانيه. انا عارف يعني نيرفز. انا مش نيرفز يا دكتور، ارجوك اتفضل اتفضل ارتاح. انت مش عارف تصدق لغايه دلوقتي ان احنا مش هنسلم؟ بس بقى بص يا شوكت، انا مقدر ان نسمة عانت الفترة الاخرانية من حاجات كبيرة قوي، بس الحمد لله ابتدت تتعافى وتعدي المرحلة الصعبة دي وبتتحسن، بس تحسن بسيط. ايوة دكتور، يعني البنت هترجع لحالتها الطبيعية؟ Of course not. قصدك يا دكتور؟ انا رأيي ان كفاية قوي شهر نسمة بعيد عن بيت جوزها. انا شايف يا عمي ان الدكتور شبراوي عنده حق. بيت ايه وجوز ايه يا دكتور؟ ما لو كان بياخد باله منها ولا محافظ عليها ولا قادر يحميها كنت رجعتها له من زمان. انا شايف يا دكتور شبراوي بقى المره دي ان عمي فعلا عنده حق. شوكت، نسمه لازم تمارس حياتها الطبيعيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نسمه لازم ترجع بيت جوزها، ده العلاج. ثانيا ندي عمر فرصه تانية. قصدك ثالثه؟ شوكت مساء الخير عمي. ده ايه اللي جابك هنا؟
انتوا متفقين مع بعض؟ بص يا عمي، انا عارف ان حضرتك زعلان مني، بس انا اكتر واحد بيحب نسمة بنتك واكتر واحد بيخاف عليها. بتخاف عليها؟ بأمارة ايه يا حبيبي بتخاف عليها؟ عرفت تنقذها لما تلم عليك العيال الصيع وصعلوك في الارض؟ شوكت، عرفت تنقذها من الغرق؟ شوكت، لحقتها لما وقعت بالتليفريك؟ شوكت، انا كان نفسي اجوز بنت راجل. راجل يا عم انت كده مش عايز راجل، انت كده عايز لقف الدفاع المدني. ولا انت عمي عمر. طيب يا عم، عمي انا عمه بيحبك. انا عمر، عمر عمي. طيب عمر، وايوه فيك عم. انا لخبطت الوقت، حسبي الله ونعم الوكيل. فيه انا تعبان. ايه ده؟ ايه انا خايف، انا خايف. مثله ياض، مثله. طبل ياض، طبل. يكون في معلومك لا في فرح ولا جواز الا لما اطمن على نسمة الاول. شوكت ليه؟ جواز نادين ممكن يساعدنا في حل مشكلة نسمة وعلاجها. شوف ولا تلم. شوكت، الدارة، الدارة ده غدارة. بص يا شوكت، نسمة لما تنشغل في تجهيزات الفرح وتشوف فرحة أختها قدامها، أكيد أكيد هتخرج من الاكتئاب اللي هي فيه. ايه رايكم في التلاجة دي؟ تجنن صح؟ حلو قوي. ايه رايك؟ يا حلو قوي لو هنبات فيها، بس اعتقد انا جبت اوضه النوم خلاص يا جماعه. ايه ده؟ يعني انا شايف يعني دي حلوه جدا. دي نسمع، شفت كرسي المساج ده؟ ايه رايك نجيب واحد نحطه عندنا في الليفنج؟ زي ما انت عايز. ما فيش حد هنا ولا ايه؟ لو سمحت، بكام كرسي المساج ده؟ الكرسي ده عامل 75,000 جنيه، وبعد الخصم والتصرفات عامل 85,000 جنيه، وعشان نجيب حالنا اول مكان عامل 30,000 جنيه. هو بيقول ايه؟ هو تقريبا عايز يرجع الكوكب بتاعهم، بس مش عارف. حضرتك انت بتقعد عليه وبتحكم عليه نفسك، فطن يا باشا. فندم؟ اقعد عليه، بقول لك حضرتك اقعد عليه واحكم عليه نفسك. حاضر. فطن يا هان. حاضر. فطن يا ملان. فطن يا ليه؟ فطن. اوعى يكون بيكهرب ولا كده عشان ما بحبش المقالب. ها؟ لا طالما مفيش ميه ولا مش موقف ما يقلقش من حاجه خالص. هو تقريبا اللي هو طلع له في مناخيره. اول ميزه في جهازنا ان هو يسقعك في الصيف ويسخنك في الشتاء. وفي الربيع بيعمل ايه؟ بيطلع ورد؟ ورد ايه يا ناشا؟ انت لو جربت جهازنا انا هنحيا بيه، في مساج وفي مقلاج. الميزه الثالثه بقى كمان تلبس المطاني، هتشوف جو ثاني خالص، وهتشوف مناظر طبيعيه ومزيكا خلابه. فطمان يا هاني. هذا نايس ليه؟ الله، هي دي. ايه رايكم في الدراير ده بقى؟ دراير ايه يا طنط؟ ده بيجيب جرب. جرب ايه؟ امال انت عايز تنشف هدومك ازاي؟ عايز تنشرهم على حبل غسيل عشان كل الجراثيم تيجي فيهم؟ لا، انا هدومي لازم تدوق الشمس، وتحديدا غياراتي الداخليه بقى على فكره. ايوه يا ماما، هي غياراته لازم تشوف الشمس. صدقها حلو بجد، انا هجيب واحد عندنا في البيت. نسمع، يا نهار اسود. نسمع، يا رحيم. مساء الخير يا فندم، دي شاشة LED 80 بوصة 4K كواليتي.